사람한다. نحن الآن في الملعب القومي حيث ستقام المباريات الفردية للتيكواندو. سنقدم لكم بعد دقائق دور النصف النهائي. في هذه المرحلة سيتقابل اللاعبان سعد من فريق دهشان ودرغام من فريق الصقور. أغيروا يا طيور صقور صقور أغيروا يا طيور صقور صقور أغيروا يا طيور صقور صقور أغيروا يا طيور. عليك أن تفوز مهما كلف الثمن. من المؤكد سوف أفوز في هذه البطولة. حاول أن تثق بقدراتي. سأهزمك وسأقابل سائد في النهائي. ركلة قوية. من سيفوز؟ سعد أفضل من درغام في السرعة وفي القوة أيضا. ما رأيك؟ درغام، درغام يجب أن تفوز أرجوك. سعد سعيد بطل عميل. سعد سعيد بطل عميل. سعد سعيد بطل عميل. يجب أن أنهي المباراة وبفوز ساحق. كيف حدث هذا؟ درغام عدني بأن نتقابل في النهائي. سيد دهشان لحظة من فضلك. سيد دهشان لدينا بعض الأسئلة، أرجوك انتظر. هل عرفت الآن بأن أسلوبك الجديد في التايكواندو ليس قويا؟ لاعبوك سقطوا واحدا تلو الآخر، فما تعليقك على هذا؟ قلت لنا بأنك سترين أسلوبك القوي في التايكواندو من خلال هذه البطولة، فهل لديك تعليق على هذا؟ لا تتعجل الأمر، أنتما تتحدثان عن أولاد صغار فقط، لم تروني. غريب، لكنك أخبرتنا بأن جمال هو اللاعب الذي ستعتمد عليه، أليس جمال ولدا صغيرا؟ أنت تكذب. بصراحة أنا لا أعتقد بأنك قد هزمت شاهر في تلك المباراة الغريبة، هل لديك دليل على فوزك عليه يا سيد دهشان؟ عفوا، هل أخطأت بحقك؟ لماذا لا تكتب خبرا في الصحيفة بأنني كاذب؟ أنا واثق بأنني فزت في تلك المباراة. سيد دهشان اسمعني أرجوك، لا يوجد شهود غيرك، لذلك فإن من حق الآخرين أن يشكوا بما تقوله عن تلك المباراة. ماذا؟ نحن نسمع من جانب واحد، أنت الشاهد الوحيد على فوزك. لماذا لا تسأل الآخرين إذن؟ كنت أتمنى، لكن من غيرك كان هناك؟ بإمكاني إثبات فوزي لكم، أنا أقبل أي تحدي من أي لاعب، وأنا قادر على إثبات بأنني الأفضل. رشحوا لاعبا كي يلعب ضدي في التايكواندو حتى تتأكدوا. من ترشح لي؟ هيا اذكر لي واحدا وأنا أقبل به. ألا يوجد في هذه البلاد من يغلب هذا المدعي؟ هناك واحد. أخبرني من هو. إنه شاهر، لكنه مات منذ مدة. كم أتمنى لو أن شاهر يظهر الآن فجأة. أنا أتحداك يا دهشان. أنت؟ طبعا. هيا علمني التايكواندو يا دهشان. شامل؟ عرف عن نفسك. أنا اللاعب شامل، كنت في تلك المباراة قبل 10 سنوات معك ومع شاهر. صور. هيا التقطوا صورا له. هيا التقطوا الصور. أه؟
أين ذهب؟ أي كرموش حبني. يا إلهي ما هذا الصوت؟ ابتعد عني يا كرموش يا حبي يا عيني، ابتعد عني أرجوك يا قرة بنطالي، اتركني. شامل إحساني. آسفة. أنا أحب كرموش. هذا يعني بأن كرموش لم يقم بإيذائك أبدا. لا أبدا، لقد كان كرموش يداعب بنطالي. بيني وبين الكلاب والبقر علاقة وئام. أرجوك كنت جادا مرة واحدة. لا أدري كيف تعيل السائد وأمه. هل فكرت يوما بهما؟ هل فكرت بالسائد وبأختك؟ حتى أنك لم تفكر يوما بمستقبل ومسير السائد، تتصرف بشكل صبياني. إن سائد وأختي إيمان بألف خير، فاهدئي بالا من فضلك. هذا ما تعتقده أنت، لكن بطريقتك غير الجادة قد تؤذيهما، هل فهمتني؟ أنا أول من آذاهما يا إحسان، لقد كنت أنا السبب في إيذائهما. ما الذي تعنيه؟ لم أفهم. إن شاهر زوج أختي إيمان قد مات بسببي أنا. ماذا؟ شكرا لأنك جعلتني أعرف. يا إلهي لقد مات شاهر. مات البطل. هل فهمت؟ يجب علي أن أقابل دهشان مهما كلفني هذا من ثمن. اعملي معروفا ولا تخبري أحدا بالأمر. اسمحي لي بالذهاب الآن. انتظر. لا أريد رؤية أحد يتألم، لا أحب هذا. إذا أردت لقاء دهشان فعليك أن تقاتلني أولا. هيا يا شامل قاتلني. إحسان من فضلك. إذا هزمتني فأنك ستخسر أمام دهشان، لذا سأفوز عليك حتى لا تتمكن من اللعب مع دهشان. هيا عليك أن تواجهني. ضروري. هيا. إنني لست في مزاج يسمح لي باللعب. هل تظن بأنني أمزح معك؟ خذ. اتركي يدي. إنك تبدين جميلة عن قرب. كرموش قم بعضه. كرموش ما بك؟ كلب مؤدب. إحسان فلتسمعيني جيدا هذه المرة، سأكون جادا، سأنفذ لك وعدين. الوعد الأول سأقوم بإسعاد أختي إيمان وسائد، أما الوعد الثاني فإنني سأقوم بإسعادك بشرط أن تتركيني أذهب. وداعا. ما الذي حدث؟ سائد إذا لم أعد اهتم بأمك من فضلك. أختي إيمان لم أتمكن من إخبارك بسر خطير. دهشان قال إن شاهر جبان لأنه رفض أن يتحداه. شاهر هل ستجعل من دهشان هذا يسخر منا بهذه الطريقة المذلة؟ لماذا لا تقوم بتلقينه درسا قاسيا حتى لا يظن بأننا نخاف منه؟ أرجوك. لا يا شامل، دهشان سيعرف هدفي وهو بمثابة أخ لي. في ذلك اليوم شاهر لم يأتي، لكن دهشان أتى. غضبت فنسيت نصيحة شاهر لي فقاتلته. كيا نه هيا واجهني. كيا. قاتلني أنا يا دهشان ولا تقاتل شامل. أخيرا ظهرت يا بطل. الجبان شاهر.
ما هذه الرسالة يا ترى؟ عاد المرض إلى شهر ثانية. يا إلهي، شاهر يعاني من المرض، يحاول أن يبقى بطلا، وأنا أحاول أن أكون شجاعا. حالة شاهر أصبحت سيئة، ورغم هذا قابل دهشان ومات بعد المباراة. أنا الآن مسؤول عنك وعن سائد حتى أرد لشاهر هذا المعروف. أختي، سأعيد لشاهر مجده ثانية في التيكواندو. تيكواندو، تيكواندو، التيكواندو دمر حياتي، قطعت أنا وابني سائد، ضعت. أنت بخير؟ سائد. سائد، يا سائد. اقرأ. ما هذا؟ إنه خالي. الآنسة ذهبت أيضا. سائد، ماذا حدث؟ وما أدراني. لما العجلة يا ترى؟ شباب. سائد، 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 انتظروني. ولد، اهدأ وأخبرني، لما هذا الاستعجال؟ هناك شيء طارئ يا عم. شيء طارئ؟ سائد، ماذا تفعلون هنا؟ عفوا عمي، لكن لمن هذه السيارة؟ هذه السيارة لمدير الإدارة العامة. مدير الإدارة العامة؟ كيف حصلت عليها؟ اهدأ، قريبا ستعرف كل شيء. تمسكوا جيدا. يا سريع. إنها الشرطة. أرجو المعذرة، خال الأولاد حالته خطيرة، لهذا أنا مسرع. ماذا قلت؟ خالي، خالي. هذا مؤثر. يا سائق الدراجة، ابتعد عن الطريق فورا. سائد، انتظر. أنسة إحسان، أنسة إحسان، أنسة إحسان. هل تعرفينهم؟ نعم، إنهم، إنها زوجة خالي. ماذا؟ حالة زوجك خطيرة ونرجو المعذرة. لهذا السبب نرجو منك أن تتبعينا. هيا بنا. سأتبعكم، ولكن إذن ستكشف سر دهشان. خالي. سائد، ما الأمر؟ خالي، لا تفعل هذا، لا أريد أن تلعب مع دهشان، أنا بحاجتك. سائد، أرجو منك المعذرة، ما سأقوم به الآن شيء أفعله من أجلي أنا. لا يهمني إذا كان أبي خسر أم فاز، المهم أنت يا خالي. سائد، هنالك شيء يجب أن أقوله لك بعد هذه المباراة، شيء احتفظت به لنفسي طوال 10 سنوات مضت رغم الألم. خالي، تمنى لي حظا طيبا، أرجوك عدني بذلك. شكرا. هذا حزام أبي الأسود، أريد أن تلعب به هذه المباراة.
جيد سائد، شكرا لك، فلتطمئن. أحبك خالي، رجاء كن حذرا. مشهد ولا في الأفلام. يبدو لي وكأنني ذاهب للحرب، فلتطمئن أرجوكم. عدني بأن تفوز. سأفعل. لقد أتى دهشان. سائد ابتعد من هنا. حسنا. كبرت كثيرا يا شامل، وأنت أصبحت عجوزا. يبدو لي أنك قد تمرنت كثيرا حتى تقاتلني. أجل بالتأكيد. هل يجب علينا أن نعيد نفس الكلام الذي قلناه قبل 10 سنوات يا شامل؟ لم لا؟ الوقت المناسب، وأنا من يعرف الحقيقة كاملة يا دهشان. الحقيقة هي أنني قد تغلبت على شاهر في تلك المباراة، وبعد ذلك مات، وسأثبت فوزي عليك. يكفي. ماذا أتى بك هنا؟ لست نادما لأنني أحببت لعبة التايكوندو طوال حياتي، لكنني نادم لأنني لم أستطع إيقاف تلك المباراة بينك وبين الشاهر، لذا أرجو أن تكف عن القتال الآن. هل تخشى من أن أفوز على أفضل تلاميذك؟ أخبرني بالحقيقة كاملة. ليس هناك ما أخشاه منك، فأنا أعرف حقيقة تلك المباراة جيدا. شاهر كذب إذن بشأن النتيجة. لم يخبرني شاهر بأي شيء، أنا كنت هناك ورأيت كل شيء. كل شيء يا دهشان. إذا كنت تخشى الحقيقة فأوقف هذا القتال. لقد بدأت تكذب، وأخشى أن تفقد احترام تلاميذك لك يا عرفان. لم أقل شيئا بعد، فكيف أكون كاذبا؟ أنت من كذب على نفسه، استخدمت التايكوندو لأغراضك الخاصة. لم أحب يوما أن أكون تلميذا عندك، هل تفهم؟ شامل، علمه اليوم ما هو التايكوندو الحقيقي. أجل. حسنا إذا. لا تبكي. أمي، لقد مات والدك بسبب المرض. خالي شامل أخبرني بذلك. لم أكن أعرف، لقد رحل أبوك وتركنا لأنه مرض، اعتقدت أنه مات بسبب اللعب. أمي من فضلك حدثيني عن أبي، فأنت لم تخبريني إلا بالقليل عنه. والدك كان إنسانا رائعا يا سائد، وبنظري كان أفضل رجل في هذا العالم. إن لو أنك رأيته عندما كان يرتدي زي التايكوندو الأبيض لكنت فخورا به. مضى عليهما 10 دقائق وهما يلعبان معا، ألم يتعبا بعد؟ إنهما لاعبان بارعان، ورغم المعاناة فإنهما يستمران، ليس مثلك. أين نقطة ضعفه؟ أين؟ شامل قوي ونقطة ضعفه غير واضحة تماما. دهشان يبدأ لعبة التايكوندو بالهجوم وينهيها بالهجوم، اختر اللحظة المناسبة لتهجم عليه. لو أن دهشان يخطئ خطأ واحدا. أنا خائفة. الملتفة.
عرفان. أنا لن أخسر أبداً، طريقتي في التيكواندو لن تهزم. بهاء، لقد تسرعت بتصرفك. ماذا؟ ماذا؟ إنه لن يلعب بعد الآن. لعبت بشكل رائع يا شامل. خالو سائد يهزم دهشان، يا للهول. أمي سائد، أحسنت، لقد فزت بجدارة. حققت وعدي الأول لك، ومن الصعب أن تحقق الثاني. هذا يعتمد عليك. التقط الصور. أجل أجل. إيمان شامل، أشكر الله أنك بخير. أخطأت بحقك. لا أبدا، كنت رائعا سائد. خالي، أنا فخور بك. موقف مؤثر، أكاد أبكي. نعم. شكرا لكم، شكرا.